السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد البلاطو ديال لي ميني كيك. الصراحة اللي كيجي رائع وكيجي بنكهات اللي هي مختلفة ومن عجينة وحده كنحضروهم. وهنايا كيف كتشوفوا معايا انا راه عندي هاد الليمون اللي غنخدم بيهم هاد الميني كيك، راه شويه كبار ماشي من دوك الصغار. وكنتمنى اللي شاف القناه ديالي تابونا فيها، اللي ما ابونيش ويدير لايك للفيديو فضلا وليس امر. وهنايا عندي في المقادير 4 ديال البيضات، ساشيه ديال الفاني، غندير كاس ديال السكر سنيده، وغنخلط هاد الخليط ديال البيض مع السكر سنيده والفاني حتى يذوب ليا السكر، وغنزيد عليهم كاس ديال الزيت وكنخلطوا الزيت مع البيض والسكر سنيده حتى كينسجم لينا مع بعضياتو، وغادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب. وغندير واحد العلبه ديال دانون ديال الفاني، كيبقى اختياري. من بعد ما غنخلطوا هاد الخليط ديالنا مزيان غنزيد عليهم الطحين، ثلاثه الكيسان ونص اللي غنكونوا بطبيعه الحال من قبل المغرب لينو مزيان صافي. وغنخلط الخليط ديالنا وغنزيد في الاخر ساشيه ديال الخميره. انا ديروها من الاول فاش كتبداو تخلطوا الطحين مع الخليط. نديروا الخميره، انا الصراحه نسيتها واخا كنت حاطاها الدهمي كيف شفتوا معايا ما درتها حتى الاخر صافي. وغنخلط الخليط وغنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخميرة. صافي هنايا من بعد ما خلطنا الخليط ديال الكيك ديالنا، انا خديت هاد المول ديال السيليكون. انا هادو عندي راه كيداروا في الفران. هنايا بالنسبه اللي باغي يقسم العجين من الاول راه ممكن، انا صراحه ما بغيتش نبقى نقوي ليا في الخدمه وفي المواعن تاهوما. خديت في الاول درت هنايا كيف كتشوفوا معايا، غندير 6 بهذا المذاق ديال الفاني، وغناخذ 6 اخرين اللي غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الشكلاط فيرميسيل كنبقى عندي غير شويه صافي. وحتى خويته في المول وزدتو عليهم وخويته فوق منهم كيف غادي تشوفوا معايا صافي. من بعد غادي ناخذ واحد شويه هاد النص غندير فيه اللوز، شويه ديال اللوز الفيلي وواحد شويه ديال الفواكه المعسله. هنا كيبقى الاختيار لكل واحد على حسب الذوق ديالو، داكشي اللي كيبغي اي كل واحد يديرو. وبالنسبه اللي باغي ما يدير فوق منهم حتى شي حاجه حتى يطيبوا ويدهنهم ميا بكونفيتير وشويه ديال الكوك ولا شوكولات، كل واحد ويدير الاختيار اللي بغى. انا كيف غادي تشوفوا معايا هادو غادي ندهنهم بحال هكا اعتذر، غادي نرش عليهم بحال هكا اللوز الفيلي من الفوق
وشويه ديال دوك الفواكه المعسله، والاخرين صافي غادي نخليهم بحال هكا. غندهنهم ان شاء الله فاش غادي يطيبوا كيف غادي تشوفوا معايا بشويه ديال المعباج وغنخليهم. وهادو اللي كندير فيهم الشوكولاط فيرميسيل غندهنهم بشويه ديال الشوكولاط ونزينهم بواحد شويه ديال الحبيبات ديال فانيت صغير، ولا كل واحد الاختيار ديالو. صافي هنايا من بعد ما غادي نساليهم غناخد واحد المول في شكل اخر حتى هو غادي نخليهم ما غندير فيه حتى شي حاجه حتى الاخر، وزينته بشويه ديال الكراميل وصافي خليته بالمذاق ديالو ديال الفاني. والعجين اللي غادي يبقى ليا في الاخر هو اللي غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال الكاكاو ومعلقه ديال الشوكولاته حلو. غادي نغرب لهم وغنزيدهم في الخليط كيف غادي تشوفوا معايا، وغنزيد عليهم واحد شويه ديال الحليب باش كيخفف لينا الخليط. صافي وغنعمر به الليمون ديالنا وغندخلهم مع الفران اللي كيكون شاعل على 180 درجه، وكنديروا اللاطا من الوسط. انا هادو جمعتهم في لاطا وحطيتهم من الوسط حتى بانوا لي بداو كيطيبوا. صافي وشعلت عليهم من الفوق تحمروا ليا وخرجهم من الفران. وهنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طابوا لينا هانتوما كيف كتشوفوا راه دغيا كيتحيدوا لينا من هاد ليمول. انا صراحه دهنتو مع واحد دهنه خفيفه بالزيت. صافي اخويت فيهم الخليط كيف شفتوا معايا ودخلتهم في الفران طابو. ملي طابو خرجتهم خليتهم تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق عبردوا واحد شويه كيدفاو، وكنبدا نحيد فيهم. وهذا هو الشكل اللي شفتو معايا اللي درناه بالنكهه ديال الشوكولاط. هادو انا خديت شويه ديال الكراميل اللي عمرتو بيهم، كراميل اللي كيكون جاهز وكنعمرو بيهم الصراحه كيعطيهم واحد اللذه اللي هي زوينه. صافي والاخرين فيهم شوكولاط فيرميسيل هما اللي غندهنهم بشويه الشوكولاط كيف قلت لكم. وبالنسبه لهذوك اللي فيهم لوز افيلي هما اللي غندهنهم بالناباج. صافي هنايا كيبقى بالنسبه للتزيين كل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو.
وهنايا وصلت معكم لنهاية ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، و الى عجبكم ما تنسونش من اللايك ديالكم ومن البارتاج والتعليق اللي كتزيد تشجعني. وشكرا لكم بزاف، واللي ما مشتركش في القناة يشارك فيها فضلا وليس امر باش نزيدوا تشجعوني اكثر ونحط وصفات ان شاء الله اكثر. والسلام عليكم.